دليل قياك، يا ليت عيني تراك، أنا متعتي بلقاك وجنتي برضاك، يا غصتي وروايتي وبدايتي والآه، يا غصتي وروايتي وبدايتي والآه. قصتي وروايتي وبدايتي والآه، يا قصتي وروايتي وبدايتي الشام القديمي ما لازم يفرط فيه ابدا، خاصة انه مشكلتك المالية مانا كبيرة. فهموا انا ايمن سابلكم قهوة. لا لا عادي انا بعمل قهوة. حكيم لوحاتك هي الحل، مفهوم؟ عم بتفكر بشي نزار؟ ايه شو هو؟ فؤاد، فؤاد هو الحل. انت شو بدك مني؟ إلي هذا الحكي؟ لكن لمين؟ بتعرف شغلة؟ انت من الاشخاص اللي ما بيحلموا غير بشغلة واحدة، انه يمرق بكرة على خير وما بدهم اي شيء من الدنيا. اما انا بدي كل الدنيا، بدي اياها من بابها لمحرابها. لك مين انت لتحكي عن احلامي؟ انت شو بيعرفك انا بشو عم بحلم؟ انت الشهرة عمتك والناس والعالم اللي حواليك والنسوان اللي عم يتابعوك بالبيوت وجمهورك العظيم نسوك الدنيا كلياتها. اصلا انا ليش عم بحكي معك؟ انت صعب تحس، صعب تفهم، لك انت صرت بدنيا تانية. رح اقول لك شغلة، انا وياك رح نضل هون فترة كتير طويلة، ما بدي نصير رفقات، بس بدي اياك تحترمني، واذا ما احترمتني أنا بخليك تحترمني غصب عنك. مو معقول ناصر مفكر إنه حركاته هي مو مكشوفة من أيام المعهد، والكل بيعرف إنه نسوانجي وما بيترك بنت من شره. دخيلك وقفت على ناصر، يعني أنت ليش كتير معصبة؟ ما كل الرجال مثل بعضه، يعني على القليلة ناصر منعرفه ومنعرف أسلوبه وهو من عائلة محترمة. بتصدقي كرهانة كل هدول العالم يلي عم نشتغل معه.
هي صرت معتذرة عن عملي، شي مشان مخرج شي مشان منتج. لا بقى تفكري بهذا الموضوع، صدقيني رح تجيكي فرصتك. اي فرصه عم تحكي عنها؟ حاجنا نضحك على بعض. وسط ما له معايير بشي، كل شي مباح، مين ما بده يمثل بيمثل، مين ما بده يخرج بيخرج. وبعدين بتدرسي بتتعبي على حالك بتتخرجي، انت بتبلشي باول خطوه عم تتفاجئي، بتصير طاقتك تتراجع، بصير شغفك يروح، بتلاقي حالك قدام دوامه كبيره كتير. حاسه انه لازم سافر لعند امي واخي. شو هالحكي؟ شو هذا الحكي؟ انت مجنونه، لازم تحققي احلامك وما تيأسي. صدقيني صدقيني رح تجيكي احلى فرصه بالعالم. يلا امشي امشي. فؤاد أكيد بيشتري اللوحات. فؤاد؟ إيه فؤاد؟ يعني عفواً أستاذ نزار، فؤاد بالأخير رجل أعمال، بيحسب الأمور بمنطق الربح والخسارة، وبجوز يفكر إنه إحنا عم نبتزه وممكن نشتري لوحة تنتين كلهم. فؤاد بده يشتريهم كلهم؟ إيه رح يشتريهم كلهم. ليش متأكد كل هالقد؟ يعني أنت إلك عليه موني لهالدرجة؟ هلا مو مسألة موني، فؤاد صحيح رجل أعمال وبيحسبها منيح، وأحياناً ممكن يحسبها على المسطرة كمان. في شيء ما حدا بيعرفه عن فؤاد غيري، أنا بعرفه منيح. عفواً نزار، يعني نحن ما لنا مضطرين نبيع اللوحات إذا كان بده يشتريهم من باب الشفقة يعني. لا يا سترو، بترجاكي، فؤاد جواته فنان. بعدين حتى بحساب الربح والخسارة هو مانو خسران، بالنهاية هو عم يشتري كنز، وأنا متأكد ما راح يتردد بشراء اللوحات. ولسه في شغلي أهم من هيك. شو هو؟ فؤاد راح يشتري اللوحات بالسعر الصح، وما راح يبتز حاجتكم. خلص هذا الموضوع اتركوه علي. ممتاز، شو مستني حكي؟ خير البر عاجله. ماشي. ربا سلم وسلام. شكرا. سلامات والديك. أهلا نزار. وينك؟ ويني؟ في مكان ما. في مكان ما ولا في مكان ما؟ لا في مكان ما. ضروري أشوفك وبسرعة. إيه تعال عندي على المكتب قبل ما تسكر. في عندي إلك صفقة رائعة. عظيم، خلصها من عندك، عندي ثقة فيك أنا. يلا أنا بشوفك. سلامات ولد بك. شو قال لك؟ بعتقد مش الحال، بس لشوف فؤاد بخبركم. عسى خير. يا عيني عليك يا نزار. هلو يا سلامة. حبيبتي ولازم نزور الدكتور مروان مشان نتشكره على الأقل، وخلينا نفكر معه بصوت عالي. اي حبيبي طبعا اكيد لازم. تفضل. Thank you.
تعال وقف هون محل الياس، انت خشب بس فيك روح اكثر منه. ليك الياس، انا ضحيت بكل شيء كرمال الحب وانت جاي تخرب كل شيء. هلا ومفكر حالك انت الصح؟ شو ما عملت شو ما سويت، هددتني ضربتني قتلتني، انا الصح وانت الغلط، انت الغلط، انت الغلط. شباب ليش معصب؟ لا ماني ما 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 في شيء، ماني معصب، عم اتدرب بس. هذا تدريب فهمني. شبك انت غيران من الياس ما؟ لا ماني غيران، انا مخنوق، مخنوق بس مخنوق مو بس من الياس، مخنوق من كل هذا الوسط اللي ما عاد فيه شيء حقيقي، صار كله وهم وكذب وضو وشهرة. نسيوا انه الفن هو احساس، هو مبادئ، هو اخلاق، هو صراع مع هذا المجتمع الاسود. شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ شو قضية؟ شو التزام؟ شو مجتمع اسود؟ اسمع انا رح اعمل لك سهر اليوم انت وياه ولازم تتصالحوا، فهمان؟ روح ناصر روح، انا والياس مستحيل ينحل اللي بيناتنا. حبيبي الدنيا ما بتنقاس هيك ماشي؟ إذا ما سايرت ما بتزبط، صدقني هذا الصح. على فكرة عرضي قائم لساته إذا بدك. As ink birds faded wings things I almost remember this song someone sing once upon a December someone holds me safe and warm horse is grown through a silver storm figures dancing gracefully across my memory far away long ago glowing dim as an ember things my heart used to know things it's yours. شبك بدي قتلك وقتل حالي. سامي مو انت قلتيلي ما رح ترجعي لي؟ لو بدي قتلك لهيك بدي قتلك وقتل حالي. حبك حنين، أنا بحبك. طز بدي قتلك طز عم قلك بدي قتلك وقتل حالي. طز
يا انت يا لون السما، يا حلو يا ازرق يا صفا، يا لون الحب الغافي بعيد بهالمدى، يا انت. هذا هو اللي عملتي فيني تماما، لونتي لي حياتي. امبارح ما صح لي اهديكي فستانك. كل سنه انت حبيبتي. حبيبي هاد الي؟ أول مرة شفتك فيها عم ترقصي على المسرح كنتي لابسة فستان بيشبهه. عرفت إنه الرقص، الحب والفساتين ما خلقت غير إليك، وتمنيت بوقتها توقعي بحضني. وأنا من وقتها وقعت حكيم، من وقتها وقعت. لحظة، نحن لازم نحتفل. أوكي. ترقص وعيوني تلمع، انت مرأة استثنائية تشبهي سنة كاملة.
بكل فصولة. وانت روى؟ يا حبيبي يا زيرتي انت يا زيرتي. كيفك بابا منيحة؟ مشتاقة لك كثير. طيب أنا كمان. شو عم تعملي؟ عم بشتغل. ليك طمنيني، كيف صارت أم رفيقتك ميسون؟ صارت أحسن؟ إيه منيحة، إجت لعندها أختها من حلب. إيه الحمد لله. إيه بابا، تعال شوف شغلة، فاضي أول شيء؟ إذا أشغال الدنيا فوق راسي بتركهم كرمالك. شوفي قولي لي. لك يقبرني أنا، تعال. يا معجبة. يلا شرحي لي شو في هون، شو عندك؟ هاد بقى مشروع تصميم لقريه نموذجيه. قريه بالريف يعني؟ بابا بالريف لكم من المدينه. اه ما تخزيني، جيلنا صاير هيك ضهنه شوي ثقيل غير جيلكم انتم. العاده بتسلم. ما تخزيني، شفتك مشغوله وهالمشروع سحبتني دغري. ايه معها حق بابا، يعني معقول ما بتسلم؟ ما في ليكون. طمنيني إيمان، أنت منيحة؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ أنا منيح كمان. إيه بابا، نرجع لموضوعنا؟ إيه منرجع. يلا أي موضوع؟ بابا، شو نسينا؟ القرية. إيه القرية. ليكي، عندي مشروع أحلى. شو رأيك نعملنا فتلة مسائية هيك بشوارع الشام؟ تت أتت أنا وياكي نسترجع شبابنا. يس! إيه ماما. ماما خلينا لحالنا احلى. ايه بس بدي غير ثيابي قبل. مثل ما انت، بس بدي شيء بيجي لك وجيبي معك الهويه. ايه ليك رح اوطي بالسياره واطفي الموبايل مشان ما حدا يسجل. ديل. يلا معطلني بالسيارة. ليش لوين رايحين؟ مشوار. حالكم؟ يس. والعشاء؟ إذا ما تعشينا برا بنلف سندويش جبنة بس نرجع. يعني بدي أتعشى لحالي.
هلا هو قال لي ما راح نطول. ليش وين رايحين؟ عشان عشان القديمة اكيد. ممكن. يلا باي. باي. هذا هو فؤاد. ما في خلاص. شرفتوا. شو رأيكم هيك ناخذ هلا عصير بعدين عشاء خفيف بعدين بتحكوا براحتكم؟ لا ما في داعي تعذبي حالك مدام. لا أنا عادة الناس اللي بحبهم ما باخذ رأيهم. طيب طيب. هلا لحتى نتفضل الحكي والأكل والشرب خلينا نقوم دقيقتين أنا وياك على المكتب نحكي. بعد إذنك دكتور، ربا بتعرف كل شيء ونحن مانا مخبين عليها أي شيء، فإذا في نصيحة حابب تنصحنا فيها يا ريت تكون قدامها. أي دكتور، أنا بعرف إنه معي سرطان. هلا إرادة المريض هو الطريق للشفاء. الحل موجود، بدنا نحاول يمكن ننجح أو لا، المهم إنه ما نستسلم. وفي كمان معجزات. صحيح. كل شيء العلم ما قدر يفسره سميناه معجزات. إيه صحيح. لا نحن أكيد اتخذنا قرار بالمواجهة وما رح نستسلم. ياي لك العجقة شو حلوة بلشت ترجع الشم. ايه بس برد كتير. بس الغريب انه بالوقت بالسنة بتحسي في دفا، يمكن زينة العيد، عجقة العالم. معك حق، اشتقنا لهي التفاصيل. ايه اكيد. بتعرفي انه الشام القديم بتشبهنا؟ كيف يعني؟ يعني بتعيشيها بالحب، بتملكيها بالحب. الله شو الشعرية. معناتها فكرة السفر قضية منيحة. لا هي فكرة ممتازة كتير. يعني مننفذها بدون تردد. طيب دكتور بالنسبة للأدوية شو؟ لك يا بنتي والله هي الأدوية كلها مسكنات لتخفيف الوجع. أنا بنصح بالشيء الطبيعي، يعني عسل، أعشاب، هيك شيء. بكرة بعد أسبوعين ثلاثة من قعدتك هنيك بنشوف شو النتائج، إن شاء الله بصير خير. نصور صور كتير اليوم، كثير كان على بالي هيك مشوار. تخيلي كيف. ليكي سكرين ناخذ كرواسون لأمك، بتحب الكرواسون كتير. هي مو بس بتحب الكرواسون على فكرة. دخيلك ما هذا. يلا تشيز. بابا حاج لف ودوران كأنك عم تتهرب. تهرب من شو؟ موضوعك انت وماما. ليه بدي تهرب؟ ليش ما قلت لها تجي معنا على هذا المشوار الحلو؟ كانت اكلت معنا كرواسون طازه. لاني حابب اقعد انا وياكي لوحدنا ونحكي شوي. عن شو؟ يعني انت مثلا ما في شيء هيك قاعد على قلبك بدك تخبريني عنه؟ ما في شي هيك مضايقك؟ القرية الريفية ما عجبتك؟ منيحة، منيحة القرية الريفية، بس إنه قصدي ما في حدا بحياتك هيك شي شاب هيك مهضوم مثلك. عم تتهرب قلت لها طمن ما في حدا، وأكيد لو في حدا كنت عرفت دغري لأنه أكيد ما حقدر أخرب عليك. ببساطة. يعني استاذ حكيم خلاص قررتوا تسافروا؟ طبعا. وكيف بدكم تدبروا اموركم؟ ندبر راسنا. لا عفوا يعني بس عندكم حل ولا عم تفكروا بحل؟ والله نزار اقترح اقتراح بعتقد انه مناسب. شو هو؟ في عندي مجموعة لوحات كنت عم فكر اعمل له معرض، بس بتعرف هذا بياخذ وقت. فاقترح علي نزار اني اعرض هدول اللوحات على السيد فؤاد. ايه ليش لا؟
تعتقد انه رجل اعمال ومليونير مثله له هيك اهتمامات؟ يعني بناء على اللوحه اللي هداك اياها بتكريمك. ايه ليش لا؟ ما بعرف، بتحسوا كلمه مليونير ما بتشبهه. يعني هذا الشخص غريب كثير، في بعيونه حزن كثير واضح، يعني حدا من جوا ما بيشبه اللي برا. ما بعرف، على قد ما انه جواني بتحسه بيشبه الطيف الظل. ظل؟ رجل مشهور بمغامراته النسائيه، بيقولوا لك عوالمه كلها نساء، كيف ظل؟ دكتور حتى لو كانت عوالمه كلها نساء بده يكون هذا الشيء يمكن فرار او هروب من شيء نقص عنده، ويمكن صايره معه شيء حادثه بالزمانات ما عم يقدر يتجاوزها. ايه، والملفت بالموضوع انه بيعزف موسيقى وشاعر كمان. بيكتب شعر؟ مره النادي الاجتماعي هيك نظم مسابقه للشعر، وفؤاد قدم قصيده، فكل الموجودين توقعوا انه هاي القصيده تاخذ جائزه، بس للاسف. ودخلك القصيده بتستاهل؟ كثير حلو. مشكلة إني بنتك. حلو والله، ليه مشكلة؟ لأنه كل ما عم فكر حب حدا أو عم يمرق بطريق حدا عم قارنه فيك. إيه هذا غلط. ليه غلط؟ غلط اللي بدك تحبيه أو تتجوزيه يكون يشبهني. مو بس بدي إياه بيشبهك، أنا مصرة إنه يكون بيشبهك، بتعرف ليش؟ شو السبب؟ لأنك حنون وكريم، والكريم كريم بكل شيء. ونفارة، من وين جيبي هالكلمات؟ من وحي وشك اللي بياخذ العقل، اللي حسسني دائما بأمان. بدخيلك انت. سكرتيني، ما بعرف شو اقول لك. يا ريت جبنا الجيتار معنا. لا لا كفي حكي، صوتك مثل الجيتار، كفي. حاضر، لكن رح احكي لك قديش اشتقت لك لما غبت. إلا الكذب يا بنت، أوكي؟ إلا الكذب. يا لطيف، شو كان الكذب؟ إيه لأنه ما بيكذب، يعني بيخاف من الله، واللي بيخاف من الله يعني فيك تمشي وراه بدون طعم. بتعرف إنه البنات أكثر شغلة بيكرهوها هي الكذب؟ بعرف حبيبتي، أنا لهيك عم بدي. عندي إحساس إنه أنت مخبي عني إصرار كثير. لا يا روى، أنا ما بكذب عليكي. هلا أنت هيك بتقول، وأنا بعرف إنك بتحكي لي كل شيء، بس هيك في إحساس ما بينك مخبي عني شغلة. إحساس؟ لا يمكن شوي. أها، يعني عم تكذب علي. قومي معي. لوين؟ مفاجأة. يس، إني أحب المفاجآت. يا سلام. بتعرفي؟ عندي إحساس إنه هذا الفيديو رح يوصلك للعالمية، وبعدين أنت بتستاهلي. إذا قلت لك شغلة ما بتضحك علي؟ لا، ليش؟ قولي. من أنا وصغيرة عندي هذا الحلم، وما بتذكر مرق يوم إلا أنا وعم بحلم فيه. بحلم إني واقفة على أهم المسارح بالعالم، عم غني مع أهم العالم، وعم مثل مع أهم العالم. عندي هذا الحلم الصغير اللي اسمه العالمية، بدي أوصل له وبدي ورجي الناس مين أنا، وبدي ضل عم برقد وأرقد وأرقد، ويمكن يمكن وصل متأخرة، ويمكن أتعب وأزعل وأبكي وكل شيء، بس بدي أوصل وما في مجال. خلاص. وأنا برأيي حدا مثلك عنده هذا الطموح وهذا الشغف بده يوصل، أكيد بده يوصل. بعدين أنا حدك حبيبتي. أنت سوري، أنا بس دقيقة. إيه؟ طب ليكي بس شغلي الفيديو قبل ما تروحي بشغلة. يلا يلا. شكلي منيح؟ Giving up can be an option, but behind it there's an inner voice that tells you something. You can fly everywhere you want to by accepting yourself
and believing that you can actually do it. Your imagination is limitless. Your imagination is your next destination. So, do you want to be the best in the world? You can be the best in the world, but where would that be? And how would it be? So let's start by having a plan that goes with your future beliefs. Who are you? مزنة شبكي؟ ما في شيء، أنا هيك صايرة شوي عم بتحسس. شوفي. شوفي. أنا ما عم بتحسس. أنا وحدة هدقة قديمة، وأنا جاهلة، وأنا حمارة، أنا عن جد حمارة. هدي احكي شو صار معك، هدي. شوفي. تركت أنا وزين. تركتي أنت وزين. شو صار؟ زين كثير متغير. زين صاير حدا تاني تماماً. أنا ما عم بعرف كيف عم يتصرف معي. ما بعرف ليش. معقول أنا غبية؟ نايل عن جد غبية. لا أنت مانك غبية، هو من يوم يوم وهيك، بس أنت اللي ما كنتي عم تشوفي. أنا ماني عرفانة كيف بدي أقول لك إنه أنت كيف رضيانة بهذا الزل. أنت كيف عم تحكي معي بهي الطريقة؟ أنت في حدا بحياتك؟ لا شو خاص؟ خاص إنك ما رح تفهميني وما رح تحسي فيني أساساً. أنا الحمارة اللي جيت وحكيت لك. انطري شوي. أنا عم بحكي هيك لأني بحبك. سؤالي لألك إنه هو بحبك؟ أنا أكيد بحبني. طيب. شو طيب؟ ما رح تقدري تعرفي شو في بين اثنين بدون ما تكوني بيناتهم. يمكن ما بيحبني. يمكن ما يحبني، بس أنا عن جد حبيته. أعطيته كل شيء بملكه. أنا أعطيته كل شيء. أعطيته قلبي وروحي وعقلي، أعطيته كلي. هو كان بده وحدة بس تكون موجودة إيمت ما بده وكيف ما بده. كان عم ببرر كل شيء باسم الحب، باسم الحياة، وأنا ما بفهم شيء فيهم. أنا ما بدي أفهم شيء فيهم يا نهي. أنا كان بدي إياه له لحاله، بس هو كان بده. شو كان بده؟ طلعي فيني مزنة، شو كان بده؟ قال لي إنه اليوم الساعة 9 بتكوني عندي، بدي إياكي أنا ورفيقي. أنا ظلي ولست أنا، ففي المرآة أنظرني فألقاني غريبا صامتا وحزينا. وقد شخت كما لو أنني جدي، وجدي مات منذ عقود. أنا من قدت أشرعتي إلى وطن بلا عنوان، فصار الخوف عنواني، وصارت هو الخذلان جيراني، ولم يخذلني ربان، أنا الربان. أنا وحدي هنا الجاني، ويقتلني شعور العار، ويسكن خافقي إعصار، وعجز لا أراه يضيع عن ظلي. أنا ظلي ولست أنا. هي اسمها هي، تحسست اسمها ورائحة الذاكرة في صفحات روايتها التي خططها يوما على أمل اللقاء. تعلقت بالأمل فنسيت أن تكملها، وأنها خافت أن تنهيها قبل أوانها.
عادت اليوم لتقرر استئناف الكتابة، علها تسبق الزمن وتخط قدرها قبل حدوثه، فقد وجدته اليوم. بحثت عنه كثيرا قبل أن يخزق الانتظار عيون الأمل. باتت تسير دريرة تبحث عنه. بحب المكان ومن كثر ما لي ذكريات فيه ما عاد بدي اعيش ذكريات تانية. هلا انا كنت متخيله انه حيكون مشوار كثير حلو، بس مشوار مع ذكرياتك يا عيني. واخيرا رح تحكي لي؟ ما بعرف شو بدي احكي لك، هلا في شغلات ما بتنحكى. المهم انا جبتك لهون حتى تتعرفي على المكان. عم حاول اتخيل قديش هيك بتنط صور على راسك لما بتجي لهون. في شغلة أقوى من الصور. كيف يعني؟ يعني لما بيجي لهون وبشوف المكان كيف صار كيف تغير، بحاول استعيد صور الماضي، بس الأصوات ما بتفرقني. أنا أصوات؟ صوت البحر، صوت الموسيقى، صوت أمي،